السلام عليكم شباب، معكم يوسف ساتوري ماروكشي. كانت توصلوا بمجموعة ديال الرسائل بخصوص عضلات البطن، يعني علاش ما كيبغوش يبانوا واخا كان تريني واخا داخل في الريجيم ما كيبغوش يبانوا. طبعا باش نتكلموا على عضلات البطن، اول حاجة خص نعرفوها هي نسبة الدهون في الجسم ديال الانسان، يعني شحال نسبة الدهون في الجسم ديالنا. يعني الا كانت نسبة الدهون في الجسم ديالك فوق 12% راه ما يمكنش يبانوا عضلات ديال البطن. باش يبانو عضلات ديال البطن خص يكون عندك اقل، يعني ما بين 10 ولتحت، 10% ديال الدهون ولتحت، عاد كنبداو نتكلمو على عضلات ديال البطن، عاد كي يبانو العضلات ديال البطن. اذا بالنسبه للناس اللي عندهم نسبه الدهون اقل من 10% وما بانوش يعني عضلات ديال البطن، شنو السبب؟ طبعا كاين مجموعه ديال الاسباب. السبب الاول واللي هو السبب الرئيسي هو يعني الماء. كيكون داك الشخص ما كيشربش الماء بزاف، طبعا كاين شحال هادي غادي يستغرب كيفاش ما كيشربش الماء بزاف، يعني قله الماء كتخلي ان عضلات ديال البطن ما يبانوش. الجسم ملي ما كتعطيهش الماء كيحاول يحتفظ بديك السوائل اللي عنده، ما كيخرجهاش، كيحاول يخزنها. فين كيخزنها؟ كيخزنها في منطقه ديال البطن، يعني كيخلي الاحتياطات ديالو من السوائل. قد ما انت ممتنع على الماء قد ما هو كيمتنع انه يخرجك السوائل، وديك السوائل كتبقى مخزنه في منطقه ديال البطن، هادشي اللي كيخلي ما كيبانوش ديك العضلات ديال البطن. اذا خصنا نحاولوا نشربوا الماء مزيان، قد ما كتشرب الماء مزيان قد ما الجسم كيبقى يتخلص من ديك السوائل اللي عنده، كيخرجها باش لانها كتعطيه الجديد وكيخرج ديك السوائل اللي مخزنه، ما كيبقاش مخزن السوائل. السبب الثاني هو انه ديك العضلات صغار لدرجه انهم ما كيبانوش. ديك النسبه القليله اللي بقات ديال نسبه الدهون في الجسم ديالنا راه كتبقى مخزنه، وكتبقى مخزنه بنسبه كبيره في الجهه ديال البطن. يعني تخيلوا معايا الا كانوا عضلات ديال البطن صغار وديك الطبقه قليله فوق منهم ديال الدهون، راه عمرهم ما غادي يبانوا عضلات ديال البطن. كما كنعرفوا عضلات ديال البطن بحالها بحال جميع العضلات في الجسم تقريبا. عضلات ديال البيسبس كتختلف من شخص لاخر، كاين يعني الناس كاملين عندهم عضلات ديال البيسبس، ولكن واحد عنده عضله كبيره وواحد عنده عضله صغيره، يعني كيبان اختلاف. كذلك عضلات ديال البطن، يعني حنا كاملين عندنا عضلات ديال البطن، ولكن كاين اللي عنده عضلات ديال البطن كبار يعني باينين بارزين، وكاين اللي عنده عضلات ديال البطن صغار ما كيبانوش. يعني واخا يدير واخا يدير ريجيم واخا كيتريني، ولكن عضلات باقي صغار. اذا خصني نخدم على ان العضله تكبر، عضلات ديال البطن يكبروا. باش يكبروا ما خصنيش نكثر ونضربهم بزاف، ترينيهم يعني عطيهم الوقت ديال الراحه، نتريني نهار نريح نهار، يعني كنعطيهم وقت ديال الراحه والوقت ديال الاستشفاء باش كتكبر العضله، باش كتاخذ الوقت ديالها باش كتزيد شويه. نحاول انني نزيد اوزان، يعني كما كنعرفوا اي عضله بقيتي كتريني بنفس الوزن دائما كتبقى ديما بنفس الحجم ديالها. بغيتيها تزيد خصك تزيد الوزن، يعني تزيد لها تقل، هنا كتبدا تكبر العضله. كذلك عضلات البطن، يعني نحاول اني نزيد نترين باوزان اضافيه باش العضلات يكبروا. وكاين واحد السبب اخر اللي هو قله النوم. كتلقى واحد الانسان ما كينعسش بزاف، من ما كتنعش يعني المده الكافيه اللي كيحتاج الجسم اللي هي ما بين 7 ساعات حتى 8 ساعات، الجسم ديالنا كيبدا يفرز واحد الهرمون، هذاك الهرمون كيتسمى الكورتيزول. هذاك الهرمون كيشجع الجسم انه يخزن ديك الدهون اللي عنده، انه ما يخرجش. فين كيخزنها؟ كيخزنها في منطقه ديال البطن، يعني ما كيتخلصش، يعني ما كيخرجش ديك الدهون، ما كيستعملهاش، كيحاول انه يخزنها اطول مده ممكنه. والسبب هو هذاك الهرمون ديال الكورتيزول، هو اللي كيدفع الجسم انه يخزن هذاك الدهون، وبالضبط كيحفز انه يخزنها في منطقه ديال البطن. كاين واحد نقطه اخرى هي التنوع ديال التمارين. كاين واحد كيترين نفس التمارين هو نيت كيبقى يعوضو، ما كينوعش التمارين. حاول تبقى تنوع التمارين ديال البطن، التمارين ديال البطن راه كاين بزاف، حاول تنوع. كل مره تريني بطريقه بشكل، كل مره تريني تمرين جديد. كما قلنا كاين مجموعه ديال الاسباب، وكما كيبان لي انا يعني السبب الرئيسي بالنسبه للواحد اللي هو يعني نسبه الدهون عنده منخفضه في الجسم ديالو، وكيتريني البطن وكيعطيها المده ديال الراحه ديالها وكل شيء وما كيبانوش، يعني السبب الرئيسي هنا هو الماء. هو كان غالبا غادي يكون السبب هو الماء، انه ما كيشربش كميه ديال الماء اللي خصو في النهار. يعني الكميه ديال الماء اللي خصو في النهار اللي هي 3 لتر ديال الماء خصو يكون كيشربها، لان الجسم ملي ما كتعطيهش الماء كما قلنا كيخزن ديك السوائل اللي في وسط منه، وكيخزنها في منطقه ديال البطن، هنا في البطن وجنب. هادشي علاش اذا يحاول الانسان انه يشرب ماء بزاف،
ينعس المده الكافيه ديالو، ما يكثرش من التمارين ديال البطن، ماشي يبقى يترين للكرش يوميا يوميا يوميا، يعني يعطيهم فتره ديال الراحه. يحاول انه ما يبقاش يعتمد غير على الوزن ديالو، يحاول يزيد واحد شويه ديال الوزن الاضافي، مثلا ملي يكون تريني بهذا يحط واحد الديسك على صدره يتريني به. كاينين مثلا دابا ديك الالات اللي تقدر تتحكم في الوزن، كاين بزاف ديال الطرق، يعني يحاول ينوع ويحاول انه يعطي فتره ديال الراحه، ما يكثرش، ماشي يوميا يترين تمارين ديال البطن. ان هذا الفيديو يكون واضح، وما تنساش دائما جيم وبارطاج، وتسناو فيديوز اخرين ان شاء الله. تحياتي.